السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاقتراح ديال اليوم البنات غيكون طبق مميز من بلاد الشام، يعني حتى في الدول العربية حتى هي كيداولوه بزاف. هو ورق العنب، كيجي البنات لذيذ. مؤخرا دقته عند واحد الصديقة وكان الطعم ديالو هائل للغاية وحفزني، علاش لا ما نجيوش نجربوه ونجربوه معكم ان شاء الله. المقادير ديالو يعني كيف كتشوفوا، عندنا الرز، غنديروا الحامض، عندنا البنات هاد دبس الرمان، ما عرفتش فين كيتباع هنا في مدينة جديدة، فاضطريت انني نصوبو نظرا لان الرمان موجود كي كتعرفوا هذا الموسم ديال الرمان. وكتجبت معايا داك الرمان اللي اخترت معاكم في الفيديو السابق، جبتو معايا من العربيه وصوبت بها دبس الرمان. انا دابا نخلي لكم الطريقه ديالو. من بعد ما شفتوا معايا البنات الطريقه ديال دبس الرمان اللي سهله جدا، غادي نبداو دابا باش نوجدوا باقي المكونات. اول حاجه غادي نديرو هي اننا غنقطعوا هاد البصله، غنقطعوا المطيشه، كلشي غادي يتقطع رقيق. غنقطعوا القزبر والنعناع حتى هو، الا كان عندكم النعناع طريته هو نقطعوا شي وريقات. وغادي نحك واحد ثلاثه الفصوص ديال الثومه، وغادي ندير واحد الاضافه، غادي نضيف الحامض المصير. هما نورمالمون في الوصفه كيديروا غير عصير ديال جوج حامضات مثلا في هذه المقادير، انا غنضيف حتى الحامض المصير مقطع، حيت اللي مميز في هذا ورق العنب هو انه كيجي محمض. غادي نعصروا البنات جوج حامضات هما اللي غنستخدموا، وغادي كي قلت لكم غندير الحامض المصير، غندير القشره ديالو نقطعها رقيقه بزاف، وغندير حتى شويه ربع ديال اللب ديالي هذه كاضافه. الا ما كانش عندكم حامض مصير يكفي ديروا هذا الحامض الاخضر. هذه البصله البنات اللي قطعنا مع بعضياتنا، حكينا تقريبا واحد ثلاثه الفصوص ديال الثومه، وغادي نضيفو كذلك هذيك الطماطم اللي قطعنا رقيقه ولكن صفيناها باش نحيدو منها كاع داكشي اللي خاص ديال الماء. حتى هنا في الوصفه خاصنا اي حاجه نكونو سقطرناها مزيان، حتى الربيع البنات ملي كنغسلوه حتى هو كنسقطروه مزيان مزيان باش ميبقاش فيه الماء. بالنسبه لبنات العطريه درنا الملحه، القزبر، الكركم، الخرقوم بلدي، درنا البزار ودرنا الكمون. ديروا حتى البابريكا تحميره البنات ضروري ديروها، انا غير متوفره عندي الان فما غنديرهاش. غادي نضيف هذاك نص كاس ديال الحامض، غادي نضيف القزبر والمعدنوس. ضفنا البنات القزبر والمعدنوس، غادي نضيفو تقريبا واحد ثلاثة ديال المعالق ديال دبس الرمان. دبس الرمان البنات هو عبارة على الكونسونطخي ديال عصير الرمان، وراني وريتكم الطريقة ديالو. بالنسبة لبنات زيت الزيتون غادي يبقى هو الإضافة الأخيرة، هي غادي نضيفو ربع حامضة مصيرة بالقشرة ديالها قطعناها رقيقة البنات، كيجي المذاق ديالها محمض أكثر وكيجي زوين مع الحامض عصير الحامض. غادي نضيفو البنات واحد جوج معالق ديال المعجون الطماطم كذلك. هذا هو الخليط البنات اللي حصلنا عليه،
غيبقى لينا مكون واحد اللي غنضيفو. غادي نضيفو هذاك الروز اللي غسلناه وخليناه مرقد في الماء مزيان وصفيناه. كاين البنات اللي كيضيف حتى الكفته، يعني هذه اقتراح، ممكن ديروا حتى الكفته، ممكن تخليوها هكا فقط بالأرز. نخلطوا هاد المكونات كامله. غادي نخليوها البنات تقريبا نصف ساعه حتى كيتجانس هاد المكونات كامله. عاد غادي نضيف هاد نصف كاس ديال زيت الزيتون ونبداو بالحشو ديال ورق العنب. كي كتشوفوا معايا البنات، سرحنا دوك ورقة العنب وعزلت هاد الجهه هاد ودرت فيهم دوك الصغيورين، وهنا درت دوك الكبار باش نحاول نفرق في الاحجام ديالهم. غادي نحط لكم الطريقه ديال التنظيف والسلق ديال هاد ورق العنب. خليكم معايا وندوزو نكملوا ان شاء الله الحشوه ديال. اول حاجه البنات غادي ناخذوا هكا معلقه صغيره، وهي باش غنشدو بها الحجم ديال ورق العنب، حيت هي كل ما كانت رقيقة كل ما أحسن. هذا هو اللون ديالو من بعد ما كيبدا يدخل فيه الطياب، كي كتلاحظوا كيبدا يتلون يتبدل ليه اللون. وباش تعرفوا انه طاب كتاخذوا هذاك الساق اللي لاصق فيه وكتجروه، الا تجر لكم بسهوله يعني راه واجد.
انا البنات غادي نوجدوا الصلصه اللي غادي نكبوها على هاد ورق العنب. غادي ناخذ واحد جوج معالق ديال زيت الزيتون، غنشحروا فيها ثلاثة ديال الروز ديال الثومه، جوج معالق ديال صلصه الطماطم، وغادي ناخذ تقريبا واحد جوج معالق ديال دبس الرمان، ونزيدوا عليهم الماء. الا كان عندكم شربات دجاج من الاحسن، ما كانش كنديروا غير ماء عادي سخون. بالنسبه للبنات انا الطنجره اللي غادي يطيب فيها ما عنديش اللي كيستخدموا، غناخذ هذه ديال الفخار هكا الشكل ديالها دائري، غنستف البطاطا هي الاولى. بالنسبه ليهم كيستفوا حتى الفلفله البصله، انا اختاريت ندير غير بطاطا فقط. وغادي نستف هذوك ورقات العنب اللي عندي بشكل يعني هكا مزيان. هما كيقدروا انهم كيديروا على شكل مقلوبه كيقلبوا. هاد الصح ما غيساعفنيش، ولكن غادي نطيب فيه الورق العنب. وحاولوا ما امكن انكم اللي عندكم شي جميله هكا دايره من الاحسن. غير البنات الشرط الاساسي 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 اللي ما بغيكمش انكم ما ديروش، هي ضروري ان هذاك ورق العنب تبركوه ليه بشي حاجه شويه ثقيله عندكم، تكون ثقيله ومسطحه باش داك ورق العنب ما يتفتحش معكم، وعاد كنكبوا فوق منه هذيك الصلصه اللي حضرنا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال اليوم. حطيت لكم البنات هاد لي ستيك حطيتو لكم في فيديو سابق، وورق العنب اللي حضرناه دابا مع بعضياتنا. حاولوا انكم تجربوا هاد الفكره او وجبه للغداء او للعشاء ديالكم. كتليق البنات حتى انها دار في اللانش بوكس بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديو معاهم الغداء ديالهم، يعني كتجي زوينه ووصفه عمليه، ما كيتكالو بجوج باردين، يعني ما غتحتاجوش حتى بالنسبه للناس اللي ما عندهمش ميكرووند ولا كتكال باردة. اش غنقول لكم، ما بقى لي الان غير نقول لكم دمتم في رعاية الله. و